كيف استخدم الافوميتر مقياس لشده التيار؟ اوصل السلك الموجب الى الطرف اللي في الاعلى هنا وليس بالوسط، والطرف السالب في الاخير، يعني هذا اتركه فراغ، ثم احول المؤشر على العشرة امبير، وبالتالي اصبح الان يقيس شده التيار. اوصله بالدائره على التوالي، طرف موجب طرف سالب، فسوف يعطيني قراءات. لو اعطاني قراءه اكبر مثلا، لو اعطاني الان هذه القراءه، فان القراءه 10% امبير، 9%. أما لو وصلت بالعكس الموجب مكان السالب فسيعطيني هذه القراءة. إذن بيعطيني سالب 10 وهكذا. إذن استخدموا مقياس